الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أمرني والدي أن أشتري له دخانا، يقول إذا أمرني والدي أن أشتري له دخانا، يقول فهل يجوز لذلك علما بأنه يغضب علي إذا لم آتي له به؟ لا يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا طاعة لمخلوق لا والد ولا غيره في معصية الخالق. نعم.